offering my students. How are you there? Today is Sunday, 14th of March, 2021. Please open your workbook, page 50 and 51. Today we will take the last lesson in Unit 5, Check Up 5. سوف نأخذ آخر درس في هذه الوحدة الخامسة. Check Up, تقييم أو تشييك على الوحدة الخامسة. زي اختبار قصير للوحدة. Exercise number 1, write sentences. اكتب الجمل. Use there was or there were. واستخدم there was or there were. Yesterday we were at the park. البارحة كنا في الحديقة. في عندي هون two words في كل سطر يا مس. بدي أكون من هدول الكلمتين جملة حول بدي أستخدم يعني there was و there were. طبعا قاعدتنا لهذه الوحدة. هون عندي birds و trees. Birds طيور. Trees أشجار. There were birds in the trees. يوجد طيور على الأشجار. Ducks و pond. Ducks اللي هي بطاط. Pond اللي هي البركة الصغيرة. There were ducks in the pond. Children أطفال. Playground ساحة. طبعا زي ما إحنا ملاحظين يا مس إنه there were للجمع. There was للمفرد لازم أستخدم. هون children جمع. There were children in the playground. يوجد أطفال في الساحة. Girl هي singular noun وسلايد سحسيلة. There was a girl on the slide. Boys أولاد هي plural noun وswings مراجيح. There were boys on the swings. يوجد أولاد على المراجيح. Rainbow اللي هو القوس قزح. Sky السماء. There was a rainbow in the sky. طبعا هون عفوا عشانها مفرد. طيب هلا exercise number 2, answer. Now answer the questions. أجب على الأسئلة. هون في عندي أسعار. Prices to some things. بعض الأشياء بدي أجاوب على كم السعر. How much. استخدام how much يا مس. حكينا للسؤال عن السعر. How much is the jacket. كم سعر الجاكيت. طبعا حكينا إذا بسأل ب how much وبستخدم ال is أو ال are بدي أجاوب بنفس الطريقة. بحكي it is 44 يورو. سعرها 44 يورو. How much are the boots. كم سعر البوتس. الحذاء الطويل هون بوتس. They are 50 يورو. طبعا لأنها جمع بستخدم they are. لأن استخدمنا are للجمع بستخدم they are للمفرد. It is. How much does the bag cost. هون استخدمنا الطريقة الثانية اللي فيها كلمة cost. كم يكلف أو كم ثمن هذه الحقيبة. بنحكي it cost. طبعا بضيف لكلمة الفعل cost is لأنها السبجكت في الجملة مفرد. It cost 10 يورو. سعر الحقيبة. How much does the jumper cost. كم سعر البلوزة هون. 60. It cost 16 يورو. سعرها 16 يورو. How much do the shoes cost. كم سعر الحذاء اللي هون بالصورة. إذن هون they cost 35 يورو. سعرها 35 يورو. زي ما لاحظنا مس كلمة cost بدي أستخدمها في الإجابة لما بيجي السؤال فيها. they cost للجمع لأنه shoes والboots من الأشياء وtrousers برضو أشياء جمع تعد. How much do the trousers cost. كم سعر البنطال. they cost. لاحظنا هون البنطال يعامل معاملة الجمع. they cost 26 يورو. نيجي لآخر سؤال هو عبارة عن writing كتابة. Look at this picture. طبعا هذا السؤال يمس أنا طلبت حلو بعدين حكيت لكم ما تحلوه لأني بدي أشرح شغلة مهمة نقطة مهمة ياريت تنتبهوا إلها. Now think about these questions. هلأ عندي هون أنا الأسئلة إجت عندي how many how many how many بعدين how much how much how much how much. في ناس صار يبعث لي يا مس طب شو الفرق يا مس. نفس السؤال يعني هون how many dolls وهون how much مثلا where the dolls. شو الفرق بين هذا السؤال how much where the dolls و how many dolls were there. ما الفرق بين هذا السؤال وهذا السؤال. مش التنين بيسألوا عن السعر. لا يا مس طبعا التنين ما بيسألوا عن السعر. How much هو فقط للسؤال عن السعر. أما how many dolls were there. كم لعبة يوجد هنا. يعني كم لعبة. كم عدد الألعاب الموجودة. ومش كم سعرها. في فرق بمعنى السؤال. ننتبه لهذه الملاحظة يا مس. إذن how many dolls were there. هون كم لعبة موجود في الصورة. أما هون how much were the dolls. كم سعر الألعاب أو الدمى. ننتبه لهذه الملاحظة. إذن هلأ
السؤال الأول من خلال الأسئلة طبعاً يا مس، بدي أكتب write about the toy shop، أكتب حول محل الألعاب toy shop محل الألعاب. Number one, was there a plane or a train؟ هل كان يوجد plane طائرة or a train أو قطار in the toy shop window في نافذة شباك المحل أو نافذة المحل محل الألعاب؟ هل يوجد قطار أم طائرة؟ طبعا زي ما إحنا شايفين there was a train in the toy shop window، إذن الإجابة رح تكون there was a train، يوجد قطار in the toy shop window. Number two, how many dolls were there؟ زي ما حكينا هون بسأل عن عدد الألعاب الدمى، كم دمية موجود هنا؟ How many dolls were there؟ نحكي there were two dolls in the toy shop window. إذن there were two dolls، يوجد دميتان in the window، في النافذة نافذة المحل. How many clowns were there؟ كم عدد المهرجين هنا؟ كم عدد المهرجين؟ إذن there were three clowns، يوجد ثلاث مهرجين. إذن يا مس how many clowns هون كم عدد المهرجين وليس كم سعر. How many cars were there؟ كم عدد السيارات الموجودة هنا؟ There was طبعا هون السؤال ب how many cars were there؟ طبعا لما بدي أسأل بدي أحط الصيغة بالجمع، لكن الإجابة عندي هون one car أو only a car. نحكي there was a car in the window، يوجد سيارة في النافذة. هلأ نيجي للسؤال بالطريقة الثانية اللي هو عن السعر، how much was the train؟ كم سعر القطار؟ نحكي هنا the train was، سعره قديش كان هون يا مس؟ 50 يورو. إذا the train was 50 يورو. How much were the dolls؟ كم سعر الدمى؟ كم سعر الدمى زي ما إحنا شايفين 15 يورو. The dolls were 15 يورو. How much were the clowns؟ كم سعر المهرجين؟ طبعا عندنا هنا 3 clowns، سعر الواحد فيهم 10 يورو، فبنجمعهم بصير هون عندنا 30 يورو. اذا the clowns were 30 يورو. How much was the car؟ كم سعر السيارة؟ السيارة طبعا the car was 150 يورو، سعرها 150 يورو. هيك بكون انا جاوبت عن السعر وكم عدد الموجود من الألعاب. إذا يا مس نرجع نحكي الملاحظة، how many هاي للسؤال عن وجود الشيء، how many dolls were there كم عدد الألعاب الموجودة، how much were the dolls كم سعر الدمى الموجودة. لازم أميز بين هدول السؤالين. لا تنسوا تدرسوا الوحدة هاي كتير منيح يا مس، تركزوا على القاعدة. يعطيكم ألف عافية. ثالث هيك بنكون ختمنا الوحدة الخامسة. شكرا للمتابعة للجميع ويعطيكم العافية. مس لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة للمش مشتركين. شكرا يا مس.